معاهم اليوم ابناء الخوخة شاركوهم في هذه الوقفة الاحتجاجية الوليدة لجرائم الحوثي الإرهابية حق أبناء الدهامة وحق أبناء الشعب اليمنيين. هم اليوم يشهدون بأنهم جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن الجميل، مطالبين بوقف اشتباك حقوقهم ومواصلة تحرير الحديدة وتحرير هذا الوطن من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نحن في هذه العملية الإجرامية ونقول لهم لم تسقط جرائمكم مهما فعلتم أيها الميليشيات الحوثية.